اهلا بيكم من جديد. امبارح تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزاره التخطيط ووزاره الماليه بشان برنامج الحوافز الماليه اللي بتخص المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه. صحيح، وخلال توقيع البروتوكول تم الاعلان عن ان الحكومه هتقوم بادخار مبلغ بقيمه 1000 جنيه سنويا لكل سيده متزوجه ولديها طفلان بحد اقصى. ناس كتير جدا سألت هل الكلام ده هيحصل ازاي؟ هيتطبق امتى؟ ازاي السيدة اللي عندها طفلين بحد اقصى هتصرف هذا المبلغ بشكل تراكمي لما يبلغ سنها سن 45؟ هيبدأ من سن كام؟ خلينا نعرف تفاصيل اكتر. معنا على التليفون الدكتورة أميرة توادرس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط، ربما تضح لنا عدد كبير من الأسئلة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. طيب، في البداية عايزين نعرف البرنامج ده هيتطبق ازاي؟ اللي احنا فاهمينه ان هو نوع من انواع التحفيز علشان ما يبقاش فيه طفل ثالث في الاسره المصريه. هيبدا من سن كام؟ والسيده المصريه تعرف تسجل في هذا البرنامج وتستفيد من خدماته امتى؟ تمام يا فندم. هو طبعا البرنامج الحوافز الماديه ده جزء من مشروع قومي لتنميه الاسره المصريه. اللي كان فخامة الرئيس أطلقه في 28 فبراير 2022، يعني من حوالي سنة و14 يوم. فاحنا في حزمة كاملة من الإجراءات والمحفزات الحكومة المصرية عاملاها للأسرة المصرية لتنمية الأسرة. تنمية الأسرة يعني إيه؟ يعني حاجتين. في بعد ضبط نمو سكاني عشان الزيادة السكانية اللي كانت السبب إن المواطن مش قادر يحس بأي حاجة بتتعمل في الدولة فيها تنمية حقيقية. البعد الثاني والمهم برضو اللي احنا بنركز عليه هو الارتقاء بخصائص السكان، لأن المشكلة السكانية في مصر مش زيادة سكانية بس. المشكلة السكانية في مصر انه يعني أعداد كبيرة ومعدلات نمو كبيرة مع خصائص متردية. يعني ايه خصائص متردية؟ يعني تعليم، صحة، قوة عمل، هجرة، جندر أو ملف النوع الاجتماعي وتمكين المرأة. فدي كلها بنسميها خصائص السكان. فالمشروع بيستهدف كل ده، بيستهدف رفع خصائص السكان من ناحية، وفي نفس الوقت عشان المواطن يقدر يحس بعوائد التنمية اللي الدولة بتعملها لازم يبقى فيه ضبط. احنا ما نقولش خط، احنا نقول ضبط، يعني نظبط معدلات النمو السكان. فطبعا المشروع بيعمل ده من خلال عدد من المحاور وحزمة كبيرة جدا من المحفزات. في جزء تمكين اقتصادي، هيبقى في ريادية أعمال، في تدريبات، في تثقيف مالي وشمول مالي للسيدات، هيبقى في فرص عمل وحدات إنتاجية، وفي بعد خدمي أو صحي اللي هو توفير طبيبات في الأماكن اللي ما فيهاش طبيبات في القرى في الريف، توفير وحدات صحية، توفير عيادات، توفير حضانات للسيدات عشان تسيب فيها أولادها عشان تقدر تنزل تشتغل، وبالتالي رفع مستوى معيشة الأسرة. بس ده قانون، ده قانون بيقول إن لازم يتوفر حضانة لأي مؤسسة فيها عدد من السيدات، يعني ده القانون العمل كده. احنا هنزود ده كمان، يعني الأماكن اللي ما فيهاش جهات رسمية للعمل، احنا بنقول عايزين الست تنزل تشتغل في وحدات حتى إنتاجية. طبعا. فاحنا زي ما بنعمل وحدات إنتاجية بنعمل في نفس المكان حضانة ووحدة صحية، بحيث إنه يبقى لو حابة هي تعدي على وحدة صحية تطمن على صحتها أو صحة أولادها هتلاقي ده متاح في المكان. حاجة ثانية يبقى في حضانة تقدر تسيب أولادها أو تاخدهم معاها علشان ما يبقاش عندها اللود اللي هو هعمل مع الأولاد. بالإضافة لكل المحفزات دي احنا قلنا انه يبقى في برضو إجراءات بقى أو محفزات مادية، إنها فلوس تتصرف للأسر الملتزمة بالضوابط دي كلها. يعني مش بس انجاب بحد اقصى طفلين، لكن كمان مهم قوي انه يبقى التعليم تمام. يعني مثلا ما ينفعش يبقى حد بيطلع ابنه من التعليم وانا اديله مكافاه. تمام. يعني زي ما بقول لحضرتك، هو احنا مش مجرد بس معدلات نمو بنحاول نظبطها، لكن كمان انا يهمني قوي خصائص السكان. طبعا. الالتزام بالتطعيمات، الالتزام بتعليم الاولاد، عدم زواج القاصرات، يعني اللي يبقى عنده بنت ويجوزها تحت السن ما ينفعش طبعا. أي طيب دكتورة، يعني إزاي تقدر الست تسجل في برنامج زي ده؟ وبحضرتك قلت عند سن 45 هتقدر تاخد هذا المبلغ تراكمي. بالظبط. يعني هي مثلا لو هي يعني بيتحسب من إمتى؟ من أول طفل ولا من تاني طفل ولا من إيه؟ وإزاي تسجل في البرنامج أصلا عشان تثبت إنها يعني
قدرت ان هي تحقق كل المواصفات دي؟ تمام يا فندم. هو احنا سن التسجيل عندنا بيبدا من 21 سنه، يعني لما السيده يبقى عمرها 21 سنه. طب لو هي متجوزه من 18 سنه، من 19 سنه، يعني سنها كان 18 او 19 او 20، هي ستيل تقدر تسجل في البرنامج. بس الحوافز بتبتدي تتحسب لها من سن 21 سنه، بتقبضها عند سن 45 سنه. طب اقصى سن تقدر تسجل فيه برضه في البرنامج 40 سنه، يعني اللي هو اقل مده تقدر تقعدها معانا 5 سنين. البرنامج ده بتسجل فيه ازاي؟ احنا هنبقى فاتحين مقار ومكاتب على مستوى الجمهوريه، على مستوى الجمهوريه كلها، للمواطنين ان هم يروحوا يسجلوا بياناتهم فيه. هنعلن قريبا خلال ايام عن المنافذ اللي هيتوجه ليها المواطنين علشان يسجلوا بياناتهم. المطلوب من الاسره هو احضار الرقم القومي للزوج، الرقم القومي للزوجه، وشهادات ميلاد الاطفال. طيب مين مستحق؟ الست حتى لو مش مخلفه خالص، يعني لو اتنين متجوزين لسه ما انجبوش، خلاص بيجيبوا الرقم القومي للزوج والرقم القومي للزوجه، بس هي ستيل مستحقه ان هي تحصل على الحافز. فسواء ما انجبتش خالص او انجبت طفل واحد او انجبت طفلين، مفيش اي مشكله، بتسجل معانا. الحافز ده عباره عن زي حساب بنكي، هو مش بنكي، هو حساب في خزانه الدوله. ويمكن ده ضمانة أكثر للمواطنين، إن أنت بتتعامل مع وزارة المالية، أنت بتتعامل مع الدولة المصرية، في حساب في خزانة الدولة باسمك هيتحط فيه أو هيتم إيداع مبلغ 1000 جنيه سنوياً. ال 1000 جنيه دي هي مش هتسحبها سنوياً، وبقول ليه مش هتسحبها؟ لأن لو هتاخدها على بعضها بالظبط كده هيبقى مبلغ قليل جداً. لكن لو هي هنقول مثلاً عندها 30 سنة دلوقتي، يبقى على ما تتم 45 سنة ادي 15 سنة، مش هتاخد 15000، لا هتاخد مبلغ اكبر، لان هتاخده بالفوائد. عشان كده احنا بنقول انه المبلغ يفضل موجود في الحساب علشان يتم احتساب. لا معلش دكتورة، عايزة اقطعك. حضرتك بتقولي 30 سنة وبداية التسجيل تبتدي من عمر 21 سنة، او بداية الحسابات تبتدي من 21 سنة. طيب يعني احنا دلوقتي بتتحسب ازاي؟ سيدة عندها 21 سنة، من اول عمر 21 سنة ولا من اول ميعاد الزواج؟ يعني البعض قد يكون منفصل، هل هينطبق عليه ده ولا لا؟ البعض قد يكون دلوقتي عندها 44 سنة و10 شهور وفاضل لها شهرين عشان تبلغ ال 45 سنة، هل تقدر تصرف بعد شهرين؟ أو حتى 41 سنة مش هتقدر تسجل في البرنامج، هو الحد الأقصى 40 سنة. يعني لازم يكون عندها دلوقتي ماكسيمم 40 سنة عشان تقدر تسجل في البرنامج، عدت ال 40 لازم تكون متزوجة ولا منفصلة مثلا؟ لازم تكون متزوجة طبعا والزواج قائم، ولكن لو سجلت النهارده والزواج قائم بس بعد 5 سنين لا قدر الله اتطلقت، او لا قدر الله اصبحت ارمله، لا ما بياخدش حقها، لان هي اوريدي مسجله معانا، فبيبتدي يتحسب لها الحافز بتاعها عادي جدا. لكن لو هي مش متزوجه دلوقتي، لا ما ينفعش تسجل في برنامج الحوافز الماديه، وطبعا لو مطلقه لا برضه. طب خلينا اكلمك عن فلسفه القصه دي. الناس هتقول لك هي الحكومه بتدي فلوس للناس، طب الحكومه استفادت ايه؟ وانا ادي فلوس ليه؟ يعني اي اتفضلي. هقول لحضرتك، يعني هي مش قصه الحكومه استفادت ايه، طبعا الحكومه بتدي فلوس للناس مش منحه، برضو دي نقطه مهمه، وبشكر حضرتك انك سالت السؤال ده. اتفضل. لانه هي سمعنا قبل كده اشاعات نزلت كتير ان الحكومه هتدي منحه للي عنده عيال، لا هي مش منحه، هي تحفيز. يعني انا بقول لك، انا دلوقتي كحكومه انا عامل مشروع لتنميه الاسر تكلفته مليارات، مش بس برنامج الحوافز الماديه، من عشان اوفر فرص عمل وعشان اعمل حضانات وعيادات وانزل بتعليات ثقافيه، الموضوع متكلف جامد جدا طبعا. ما ينفعش ابقى انا بكلف او بدفع بنفق الفلوس دي كلها علشان نوعي المواطنين، عشان نوصل لمستوى حياه افضل، وفي نفس الوقت الناس لسه بتخلف بنفس الريت. صح. احنا حسبناها كده، في حاجه اسمها البوبيوليشن بروجكشنز او الاحصاءات، الاسقاطات المستقبليه لاعداد السكان. فحسبناها انه احنا معدل الحالي مثلا للانجاب 3 اطفال لكل سيده في المتوسط. طيب لو استمرينا 3 اطفال على الوضع ده لكل سيده في المتوسط، لقينا انه في عام 2050 هنبقى 196 مليون نسمه.
يعني تقريبا 200 مليون. طب احنا النهارده 100 مليون بالظبط، لما ابقى في 20 50 200 مليون ده معناها عدد سكان مصر اتضرب في 2. يعني حضرتك لو عايز مستشفى، انا كدوله انا محتاجه اوفر لك قد عدد مستشفيات مصر كلها تاني، قد عدد مدارس مصر كلها تاني. لو افترضت، وده مستحيل طبعا، ان انا اقدر اعمل ده، لو انا اقدر ابني مصر تاني، يعني ابني قد اللي موجود دلوقتي تاني، هل مستوى معيشه حضرتك هيتحسن؟ لا، ده انا هبني قد اللي موجود تاني عشان تبقى نفس المستوى، عشان احافظ لك بس على نفس المستوى. يبقى انا باص مليارات، هتبقى مئات المليارات بقى وتريليونات من هنا ل 20 50 علشان ابني لك قد اللي موجود تاني، عشان حضرتك برضو كثافه الفصول هتبقى هي هي، طوابير الانتظار على المستشفيات هتبقى هي هي. يبقى ايه اللي اتحسن في حياتك؟ يبقى انا بهدر. صح. يبقى هنا الدوله بتصرف تريليونات علشان حضرتك ترجع في الاخر تقول انا مستوايا زي ما هو ما اتحسنش. طب مستوايا ما اتحسنش ليه واحنا شايفين مشاريع في كل حته؟ وعشان كده فمعلش، يبقى انا هنا لما اقول ان انا هحفز الاسر بحوافز ماديه عشان الاسره المصريه تساعدني كحكومه في ان انا اوصل لها مستوى حياه افضل وجوده حياه افضل، ده عمره ما هيكون بخساره لا على الدوله، سوري، لا على الحكومه، لان الدوله عباره عن حكومه وشعب يعني. فلا على الحكومه ولا على الشعب ولا على اي حد، بالعكس احنا كلنا كسبانين من الالتزام بالبرنامج ده. هايل، كل الشكر ليكي الدكتورة أميرة توادرس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط، شكرا جزيلا لحضرتك كل التوضيح.